أعزائي المتابعين، يا أحلى متابعين، يسعد أوقاتكم، مساكن ورد وفل وياسمين. بتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة، ويكون هالأجواء الخريفية الحلوة هيك عطيتكم طاقة حلوة، مش طاقة تغيير جو ومود مو حلو. حبايبي، اليوم رح نحكي عن شغلة بالفترة هاي من السنة بتكثر وبتصيب النباتات وبتزعجها، ومن بينهم واللي خلاني اتذكر اطرح الموضوع ويكون ملح بالنسبة لي، انه انصابت عندي نبتة بنوع من هاي الافات اللي بتصيب الزرع، والله وزعلت عليها بصراحة. فحبيت اني شارككم هاي التجربة ونحكي كيف ممكن نحنا نعالجها وكيف نتلافى انه نباتاتنا ما تخرب وتموت. النبتة هاي للأسف هي كانت كبيرة وعصارية، صار يهر وراءها وتعبت. يعني حتى في منها يبس ومات. هلا أنا حبيت إني نحكي أنا وياكم، شايفين خسارة يعني لو ما أنا انتبهت يمكن كل اللي بقيوا يموتوا. الحقيقة النبتة هي انصابت بشيء اسمه المن. المن هو عبارة بيفرز مادة عسلية هيك كأنه بتصير الورق عليها عسل، وبيكون عليها حشرات صغيرة كتير، لا يعني متلاصقة على آخر الورقة من خلف الورقة من تحت ووجه الورقة من الأمام. مع الأسف هي بتاكل الورق، والمادة العسلية اللي بتفرزها بتشجع إنه يجي حشرات كمان تانية تهاجم النباتات. هلا عندكم في هي نبتة اللي خلينا نقول الحشرة واحدة نوع اسمه المن، يلي هو بيهاجم عادة كمان الورد الجوري بعنفقوه، بيعطي مادة برضو عسلية وبيخلي الوردة كلها تخرب. المن في بيصير لون أخضر مرات، وأحيانا بتحس إنه العرق كله كأنك مغلفه بحشرات صغيرة الخضرة. إن شاء الله أنا رح أحط الصور وتشوفوها كلكم معي بطريقة أوضح. هلأ حبايبي، في كمان حشرة تانية، إصابة حشرية اللي هي بتجي خلينا نقول النوع من الحشرات الصغيرة البيضة، كمان هاي بتعيش كما بحط لكم صورة وضحها تماما نفس فكرة المن، بتطلع على سطح الشجرة النبتة وبتاخد خلف الورقة من الخلف، بتكون عبارة عن مثل بثارات بيضة بجنب بعضها بجنب بعضها، بتفرز مادة عسلية بتستقطب كمان حشرات تانية، كمان هي إذا انهملت ممكن تقتل النبتة وتخربها. هلأ الحل هدول النوعين من الآفات، إنه إذا كان بداية الإصابة منجيب فرشاية ناعمة ومنحط مي وشوي صابون، وأنا الحقيقة بحط شوية خل، أنا كتير بحسه بيفيد وما بيضر النبات، وشوية خل خلينا نقول مثلا لتر مي، معلقتين طعام خل، وخلينا نحط خلينا نقول نص معلقة صابون للتر هاد، بنحركهم منيح وبالليفة بنحاول ننظف سطح الورقة من فوق ومن خلف الورق، على أساس نضمن إنه هاي الحشرة تروح. هلأ ممكن على مرتين ثلاثة بهاي الطريقة نحنا نقدر نخلص من هاي الحشرة، ولكن إذا مع الأسف زادت ونحن ما انتبهنا من البداية رح نحتاج نقص هذا الورق كله ونرميه ونرش بمبيد حشري خاص بهي النباتات، على أساس أنه يعني ممكن يكون بايجون، ممكن يكون نوعية منجيبها من عند تبع مواد الزراعة، بتخفف بالمي بتنحط ببخاخ مثل البخاخات اللي نستخدمها ببيوتنا، بتنرش النبتة على أكثر من مرحلة لحتى نضمن أنه نطفت الإصابة منها ومنبعدها عن باقي النباتات، ومنحاول نرش النباتات القريبة منها كمان على أساس نضمن ما يكون انتقال الحشرة للخارج. هلأ في إصابات تانية مثلا بتصيب النباتات، اللي هو العنكبوت الأحمر. العنكبوت الأحمر بيخرب الورق بطريقة بيأكل، يعني بيحط البيوض وبيخرب الورق بطريقة بصير تساقط، وبيعمل عليها مثل غزل العنكبوت نفسه
لدرجة إنه النبتة بتموت. كمان هذا بتعالج بنفس الطريقة، أول شيء بفرشاية ومي وصابون وخل. ما زبط برضو نحنا محتاجين نحط له مبيد حشري وعزله عن باقي النباتات. لا، في نوع من الإصابات الثانية اللي هي بتكون خلينا نقول اسمه البق الدقيقي، هاد بيكون شيء مثل بيغلف الورق مثل القطن على ظهر الورقة، برضو بيعمل كأنه طبقة قطن. كمان هاد نحنا محتاجين بالفرشة نقيمه، وما زبط كمان بده عزل وغسيل. في نوع من الإصابات أحبائي إصابات فطرية، بتكون بتصير داير الورقة حواف الورقة كلها بني ومحروقة، هذه بيكون نوع من الفطر هاجم النبتة، بده هذا كمان إنه يتلحق بمبيد حشري على أساس ما يصيب باقي النبات وما يصيب باقي النباتات اللي نحن حاطينها جنبها. هلأ في نوع ثالث أو خلينا نقول رابع، اللي هو بيكون كأنه جايبين قمح، سوري، دقيق القمح وبادرينه على الورق تماما، كأنه هو عبارة عن طحين مغلفين عليه الورقة. كمان هاي إصابة مزعجة للنبتة كتير، ومزعجة لألنا لأنه رح إذا انهملت رح تموت النبات. هذه بدها كمان رش بالبايجون وإزالة الأوراق اللي كتير كتير مصابة وعزلة عن أصحابها. وإذا البايجون ما جاوب بدها مبيد حشري قوي الحقيقة. ويعني الموسم هاد باختلاف الطقس بين برد وشوب ممكن يكون عرضة انه النبات يهاجمه هاي الاصابات وهاي الحشرات، واحنا يعني لازم ننتبه لها ونتابعها. في موضوع تاني حابة احكي لكم اياه، انه نحنا بفترة الشتاء والبرد في بعض النباتات اللي بتكون بالبلكين ما بتتحمل البرد، نحن بنكون محتاجين انه ندخلها جوا على الاقل على مكان فيه سقف، او انه خلينا نقول ما فيه حراره بارده كتير. قبل ما ندخل النباتات هاي قبل الكل المفروض انه نحن نرشها بمبيدات، نفقدها اذا منصابه بشي، ونتركها على اساس نضمن انه كلها نطفت من اي اصابه، لانه نحن حنضطر ندخلها على غرفه مثلا او مكان، وحيكونوا كتير قراب من بعض مشان نضمن انه ما نبتة تكون منصابة تصيب نبتة تانية، وبهيك نضمن سلامة نباتاتنا وصحتهم بفترة السكون اللي هي فترة الشتاء. وان شاء الله بتضلوا انتوا ونحن بخير على بداية الربيع، بيبدأ الواحد ينقل نباتاته لأوارات اكبر، بتبدأ النبتة تعطي حياة من اول وجديد، يعني بيخلص دور السكون اللي بيكون فيه النباتات وبتبدأ تنمو وتتحرك من بداية الربيع للصيف. وإن شاء الله بتضلكم سالمين وبتضلوا بألف خير وبتضلوا تزرعوا وتعيشوا الحياة بكل جمالياتها. بتمنى يكون في فائدة من الفيديو اللي حكيته اليوم، ويكون يعني واضح الكلام ومفيد للكل. وبتمنى ما تنسوني من اللايك والشير، خلي الفايدة تعم على الكل، وما تنسوا الاشتراك بقناتي. أنا بكبر فيكم وبغنى فيكم، وبتمنى يا ربي دائما دائما تكونوا بصحة وسعادة ويسعد أوقاتكم. وإلى اللقاء بفيديو تاني بإذن الله.